الناس قالت باش الشيء الصناعي يتم هزاب كنا يعني الأسباب اللي خلات نجي يعني الظروف اللي جينا فيها شوية ظروف ما كانتش مليحة وما كانتش مهيئة باش نأديو مقابلة في المستوى إلا أن تفاجئنا بلاعبين من أداو مقابلة فعلا في المستوى الظروف اللي جينا فيها مثلا أن تنقلنا صبيحة اليوم يعني 9 صباحا والعاشرة نقلنا من سليف أي تذكرنا أن الفرق اللي طلعت في الجهة من فيها اختلاف بين الرابطات اللي تنقل صبيحة اللقاء يعني من سليف 100 كيلومتر تضرب يعني اللاعبين في الحافلة ويجيو يعني في اليوم نفسه يلعبوا يعني ما كناش ننتظر رد فعل نتاع اللاعبين تكون في المستوى هذا إلا أبان أنهم أبانوا العكس وأظهروا قدرات كبيرة وكان الفوز في متناولنا في أغلب فترات اللقاء كنا تارة نلعب الهجومات المرتدة يعني الأتاك رفيد وتارة يعني نلعب يعني بعد ما تلقينا الهدف يعني رجعنا ننظم اللعبة من الخلف اللعب نمشي وخلقنا عدة فرص يبدو لي أنه كان على يعني أقل شيء كنا نرجع به هو التعادل كان مستحق بالنظر إلى عدد الفرص يعني وهذا يعني ما يفيش أنه فريق شبيبة بذل مجهود باش يفوز بذل مجهود إلا أنه يبدو لي أنه كان هو كان تحت الضغط وأنا كنا تحت يعني الراحة يعني ما كناش مسترجعين مليح في اللقاء على يعني حتى في لي تورنوا مونديالو يعني وين يعني ما فيش 48 ساعة تلعب لقاء يعني لعبنا مع الناس 48 ساعة وين لعبنا اللقاء اللقاء يعني كان في القمة يعني كان يعني ماتش بلان يعني وين بذلنا جهد كبير مع المقابلة مع تعنت ويمكن لازمنا نسجل 3 أهداف يعني قدرنا نسجل 3 أهداف بعد جهد كبير في اللقاء هذا يعني تتفاجئ لا الظروف ما يعني في 48 ساعة ما تقدرش تلعب لقاء لا تنقل صحيح ما جيناش لأن الظروف اللي تعيشها البلاد لأنه من غير معقول نمشي وحنا يوم الجمعة على بالنا بلي مسيرات وتجمعات في الطرق ندير 24 ساعة احنا في الطريق لا احنا بطريقة بتفكير عقلاني ميزنا أنه نتنقل ما دام أنها حتمية اللقاء يلعب اللقاء يوم السبت وجدنا أنفسنا نخير الأقل ضرر والأكثر راحة للاعبين هو نتنقل صبيحة اليوم نتنقل صبيحة اليوم ونمشي 300 كيلومتر نلعب في الأمسية اللقاء يبدو لي أنه أحسن من أن نمشي بالجمعة وندير 18 ساعة في الطريق تقريبا 80% و 90% على بالنا باللي اللقاء سيجرى يوم السبت يبقى احتمال ضئيل انه ريح يؤجل ولكن تمنينا انه يؤجل على الاقل بيوم اخر 72 ساعه بامكاننا ان استرجاع اللاعبين كنا نتلقى في ظروف جيده ظروف انا قلت لك كان حتما ولزاما علينا ان نتنقل يوم السبت لان اقل ضرر من تنقلنا يوم الجمعه وما يكفيش انه لاعبين احنا لعبوا بيوم الاربعاء كيف تتمد راحة اللاعبين تلعب اليوم الخميس كيف رايح تعود تجمعهم بدون أي تدريب في لاعبين اللي ما لعبوش أي تدريب ولذلك الظروف في قمع الظروف من بين الظروف اللي ما خلتناش نرجع بالنسبة أن الأداء مقبول في نظري وفي اعتقادي أنه مازال ما درناش حوصلة مع الطاقم الفني ككل إلا أن المستوى والمردود اللاعبين مقبول بنظر الظروف اللي عشناها الظروف مثلا في بعض اللاعبين فضلنا عدم إقحامهم نظرا للتعب على غرار عيب على غرار عيب وزي ما أخذ حتى في القائمة تاع 18 نظرا للتعب وما يمكنش أنه راح يؤدي لقاء وهو يعني ما استرجعش بالقاسم محمد السعيد قلنا له من زون نوفمبر تمدين تنتيزي وزون كابيلي نيوز تلفزيون